الو. الو حوزين، واش راك؟ لاباس؟ لاباس، من قطعت اخبارك؟ راني مشغول شويه هاد الايامات. عيط لك باه نقول لك خالك سوسان راه عارضك للهيلوله. صحه نسيه كيف نجي. انا خنو ميخاكي من الاخر. تدام. شالوم شالوم. أنا واحد من هاد الناس زايد هنا، بابا وجدي وجدي زايدين هنا. العاصمة في الليل تولي حاجة أخرى. نعرف كل حومة فيها، ريحة كل شارع منها. تمرغت في ترابها، فرحت، جريت، بكيت، كليت من رزقها. أنا جزائري بس محبوس بين ربع حيطان، خايف لنبان. راني مخبي هادو عوام، خايف عند هاد الناس نبان. راني حاب نعيط به يسمعوني قاع، بصح خايف يعرفوا شكون انا. في الزنقه يعيطولي حسين، وفي الدار اسمي حزين. انا حزين، يهودي من الجزائر، اصلي يهودي، بابا يهودي، يما يهوديه. على بالي رايحين تقولوا هذا واش راه يقول. ما تتقلقوش نكمل حكايتي، واحكموا عليا كيما تحبوا. درك نحكي لكم قصة اليهود في الجزائر. نحكي حكاية اليهود اللي بدات من 30 قرن في هاد البلاد. نحن الآن في مدينة تمنطيط. مدينة تمنطيط هذه مدينة حضارية وجدت قبل القرن الخامس الميلادي على يد الأمازيغ الذين أحدثوا فيها قصور، ويقال أن مدينة تمنطيط كان فيها عدد القصور على عدد أيام السنة. وفي القرن الثالث أو الرابع الميلادي جاء يعني فيرق أو فريق من اليهود إلى هذه المنطقة، ونزلوا في هذا المكان الذي يسمى أولاد داود نسبة إلى القبيلة داود اليهودية التي كانت في المنطقة. ولماذا اليهود نزلوا بتمنطيط وبقلب تمنطيط اللي هي أولاد داود؟ اعتبار أن اليهود جاءوا لممارسة التجارة في هذه المنطقة واحتكار الاقتصاد المحلي. اليهود قلنا عقلية الربح،
انهم مثلا تقولي الان لماذا اختار اليهود نيويورك؟ نيويورك راهي قلب التجارة العالمية، اكبر البورصات هنالك، اكبر البنوك هناك، كذلك تمنطيط. تمنطيط قلت كانت عاصمة اقتصادية. ابن خلدون يقول انها وطن مبحر في العمران، وهي مكان التقاء القوافل، بمعنى كانت تشبه في ذلك العصر مع تومبوكتو، كانت تشبه الان اذا جاز تشبيه هونغ كونغ او دبي، منطقه عبور للتجاره الدوليه اللي كان محورها الاساسي قلت الذهب والعبيد وريش النعام والعاج، وهذه المواد كلها كانت تاتي من السودان الغربي، من افريقيا، من جنوب النهر، من مناطق النهر، حتى الاوروبيين سموها ساحل العاج، ساحل الذهب، ساحل العبيد. وبالتالي تمنطيط كانت محور القوافل التجارية، وكنت شوف توات وعاصمتها تمنطيط، تلاحظ أنها تتوسط المدن الكبرى في ذلك العصر، هي المسافة بينها وبين فاس هي نفس المسافة بينها وبين تومبوكتو، هي نفس المسافة بينها وبين الجزائر العاصمة، هي نفس المسافة بينها وبين طرابلس وبين قسنطينة. من هذا من الموقع الاستراتيجي. من هنا نجد أن هذه المنطقة يعني في عندما نخرج من هذا الباب من قصر أولاد اليهود نجد رحبة تسمى رحبة السوق، والتي كانت فيها تتعامل، كانت تنخ فيها القوافل التجارية بجمالها وسلعها، التي هي كانت عبارة عن التبري الذي وهو تراب الذهب الذي كان يأتي من ضواحي تيمبوكتو ومن منطقة جاوة. هذا التبر الذي كان يأتي عبارة خليط من الذهب والتراب إلى هنا كان يصنع في هذه الحوانيت التي نجدها الآن قائمة، حوانيت معلقة، هناك حانوت للفضادين وحانوت للذهابين وحانوت للمطرزين، وهذا حانوت للمطرزين، ثم صناعة هناك حانوت لكذلك الصباغين الذين كانوا يهتمون بصناعة الصباغة، وحانوت آخر لصناع الجلدي، وهناك في حدود أين يوجد أين كان اليهود يتمركزون دينيا، وهي منطقة تيلوت أين كانوا يتمركزون دينيا، كانت هناك مصانع الصابون. التجارة الصحراوية وتجارة القوافل الصحراوية عندما بدأت في القرن الثالث والرابع الهجري كانت عبر طريق لمتونة، الطريق الذي يربط سجل ماسا بغانا مرورا بكومبي صالح وولاتا، ثم تدحرج هذا الطريق إلى وسط توات، إلى طريق توات، لأن توات أصبحت هي محور التجارة الدولية في ذلك العصر، وبالتالي وجود اليهود في هذه المنطقة أمر طبيعي، وهذا ما ذكره الرحالة الإيطالي أنطونيو مالفانتي الذي زار المنطقة سنة 1447 وبقى بها سنتين، وقال أنه تمنطيط كانت عاصمة لتجارة العبور في ذلك الوقت الذي كان الذهب والعبيد والعاج وريش النعام محورها، كانت تجارة سلع دولية، وبقى هنالك سنتين، وقال أنه كان عند مضيفه الذي كان يملك كمية كبيرة من الذهب، لم تخن الذاكرة ربما تصل إلى 450 كيلوغرام من الذهب. وبالتالي أنطونيو مالفانتي أخبرنا على حجم تجارة القوافل الصحراوية، وهو من جنوة، وكان أرسل رسالة من مسكنه بتمنطيط إلى جنوة، ووصلت الرسالة وجاءه الجواب، دليل على انتظام القوافل. ذكرنا بأهمية تمنطيط التجارية التي كانت عاصمة ليست لتوات فقط وإنما لتجارة القوافل. Thank you.
شافوه جيت لي ودي. فهذا الحجر الذي نحن أمامه كما قلت هو وصية أو عبارة عن وصية كتبها أحد اليهود لأحد أبنائه، يوصيه فيها ويقول له: لقد تعرضت للغرق بين تمنطيط ومصوريا، وأوصيك بالبقاء في تمنطيط على أنها مدينة، هي مدينة لها جذورها التاريخية ولها دلالتها القدسية بالنسبة إلى اليهود. فكما نعلم فإن اليهود أول مدينة أو أول ما أسسوا دولة لهم كان ذلك بتمنطيط، وهذا الأمر الذي أذكره الآن هو على حسب الروايات الإسرائيلية وعلى حسب الكتب العبرانية وما تكلمت عنه. لكن فيما تعلق بالحجر قلنا أنه عبارة عن وصية يوصي فيها ابنه بالبقاء في تمنطيط وعلى التمسك بهذه الأرض وأن لا يخرج منها. كنا تايهين في الأرض وعاوننا نديرو مملكة، بدات في قصور توات. هاد القصور قديمة بزاف، جدودي عولوا به يديروا أول دولة تجمعهم في تمنطيط. حقيقة من أقدم من صنف القصور الدائرية هو المارتان، والذي يعني وضعها ضمن النمط المعماري الذي شيده اليهود في منطقة توات، وقد تبعه كذلك بعض الباحثين بأن هذه الأشكال من القصبات هي أشكال قديمة جدا ترجع إلى الفترة اليهودية. حقيقة هناك بعض يعني الاختلاف مع بعض الباحثين الآخرين الذين وضعوا تصنيف آخر، بحيث أن وضعوا تصنيف هذه القصبات الدائرية وأرجعوها إلى النمط يرجع إلى القبائل أو الشعوب البربرية التي عاشت في المنطقة في مرحلة من المراحل. إذن فهذه القصبات الدائرية الشكل حقيقة هناك من صنفها على أنها قصور قديمة جدا ترجع إلى الفترة اليهودية. القصور المدورة تاع اليهود من بكري، وزيد خرجوا صندوق حطب كبير تحت القصر تاع اليهود عام التسعينات، وللآن واحد ما على باله واش كان في هذا الصندوق وشكون هاد العيبات، واحد ما على باله. قصور دائرية الشكل تكون مبنية بالحجارة الكبيرة ومحصنة، وتكون هذه الأسوار يعني سميكة ومزدوجة، ويكون فيها بعض الأبراج وتحصينات شديدة. فهذه القصور الدائرية كما أشرنا هي كانت في أول الأمر عبارة عن أماكن للتخزين، ثم أصبحت أماكن للتحصين، تتحصن فيها القبائل من الغزوات التي كانت كثيرة في هذه المنطقة، يعني عملية الغزو. وبالتالي فكان من الواجب أن تكون هناك هذا الطابع المعماري الدائري الذي فرض نفسه وأصبح من الأنماط المعروفة في المنطقة في تلك الفترة القديمة. في هذه الرواية، رواية اليهود الأخير في تمنطيط، حاولت العودة إلى منابع التاريخ، إلى وجود هذه الديانة اللي هي الديانة اليهودية في هذه المنطقة، منطقة توات بالأساس، حيث تأسست مملكة
منذ 3000 سنة مملكة على أساس دين اليهودي، و بطبيعة الحال جاءت بعد ذلك المسيحية وجاء الإسلام، ولكن مجيء هذه الديانات لم يخفي الديانة الأولى التي هي الديانة اليهودية، بل ظلت هناك آثار وظلت هناك تقاليد وظلت هناك ثقافة وظلت هناك ممارسات أيضا دينية وعقائدية وتقاليدية إلى غير ذلك. فالرواية هي بالأساس إعادة قراءة التاريخ، وأيضا البحث عن مصالحة الجزائري مع تاريخه العريق الذي هو تاريخ متنوع. هناك بعض الأسباب التي دائما في كثير من الأحيان تعلو مقوماتها وتعلو بنا إلى أن هناك رابط صحيح ما بين سكان ثمنطيط وما بين مصر في عهد الفرعوني، وهو الذي جعل أغلبية المؤرخين وعلى رأسهم صاحب البسيط رحمه الله يشير إلى أن زوجة سيدة زليخة زوجة سيدنا يوسف عليه السلام أو زوجة العزيز كانت في ثمنطيط، وهذا أمر ذكره هنا وذكره بعض المؤرخين كذلك في مصر. كانت الأمور عادية جدا يعني بين المسلمين وبين بين 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 اليهود، في حيث أنهم كانوا يعيشون في مكان واحد، يتعاملون تجاريا، كانوا التجار المسلمين يختلطون بتجار اليهود، يختلطون هنا في 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 منطقة ثمنطيط، ويختلطون في أسواق تيمبوكتو، ويختلطون كذلك في أسواق تافيلات، بل أقول أنهم كانوا يسافرون مع بعض في قوافل تجارية مع بعض في إطار البيع والشراء، وكان كل واحد منهم يحرص على يعني ربحه الاقتصادي، وكل واحد دينه، لأن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. يعني اليهود عاشوا منعمين في تاريخ الإسلام، ولم يكن بيننا وبينهم صراع على مدار لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. في مرحلة بداية الإسلام حصلت وهم صلحوا خطهم ومشوا. اليهود لما سكنوا المنطقة أخذوا من ثقافة المسلمين أمور كثيرة، ولما امتزجوا بالبربر أخذوا كذلك من ثقافتهم بالقصد وبغير القصد. كذلك الحال بالنسبة إلى المسلمين لما امتزجوا باليهود. نعطيك مثال على ذلك، هناك مثلا عيد يسمى يقع دائما يوم السابع من شهر نيسان، يسميه اليهود بعيد ميمونة. هذا العيد لحد الآن يحتفلون به في إسرائيل، ولكن هذا العيد كيف هو مقاسه وكيف غرضه؟ أنه قبل عند نهاية الموسم الزراعي وبداية الحصاد كان اليهود في ثمنطيط يجتمعون، وعلى الملاء أول السنابل تؤخذ وتربط وتطهى بشكل جماعي. هذه العادة لحد الآن موجودة بتوت ويستعملها اللغويات، وأن الأمر ليس فيه شيء على علاقة بالدين أو غير ذلك، لكن هو فقط من باب كما قلت امتزاج الثقافات واختلاط بعضها للبعض وسرقة بعضها من بعض. واليوم ثمنطيط ولت زاوية دينية يحفظوا فيها القرآن. فاكم هو الفرار عن فرص من الموتى والقضوية لا تنتوانا إلا فلام البادي ولا أن تبدل بأن من أزواجك ولا أشد ولا يزيدون أرغبا يبقى ونخرى نقالك الآن يكتم ما خلق الله في رحمه إن يكون يؤمن باليوم الآخر أبو حولة إن خبر الدين في ذلك إن أرادوا إصلاحه ولهن مثل الذي علينا بالمعروف والرجال علينا درجة الله عزيز حكيم انطلقوا مرتان فإمساكم بمعروف ومسرهم بإحسان ولا يحل لكم تقوم. هذه المنطقة التي كان استوطنها
يعني اليهود عندما جاءوا يعني كانوا يتاجرون في ولاد داود ويقيمون اجتماعيا في منطقة تيلوت، وتيلوت بالأمازيغية هو المزود الذي يوضع فيه الزاد، وهذه المنطقة هي الكنيس الذي كانوا يتعبدون فيه. فنلاحظ بأننا أنا أقف في الممر الأول الذي يدخل إلى هذا الكنيس، وأمامي يعني بابين صغيرين ينفد منهما المصلون اليهود إلى إلى إلى, إلى كنيسهم. ولذلك نلاحظ بحتى بناء هذا الكنيس يعني ما بقي فيه من جدار تدل على عراقة هذا المكان ودور يعني قدامه في التاريخ، بحيث أنه لم يحدث عليه الإنسان يعني المسلم الذي جاء أو العربي الذي جاء بعد اليهود في هذه المنطقة وسكنها أي تغيير. ولذلك نجد أن بناء خليط من الطين والملح حتى يكون هذا البناء مقاوما للحرارة. وتلاحظون أن هذا الجدار يعني هو بعوامل الزمن، عندما نتكلم على تيلوت راه في حدود 20 سنة قبل الميلاد، 20 قرن قبل الميلاد، يعني موجودة المنطقة وكان فيها الأمازيغ، ولكن اليهود دخلوا لهذه المنطقة كما قلنا بأنه في القرن الرابع أو الثالث بعد الميلاد، فاستوطنوا هذه المنطقة وبنوا هذا. هنا هذا المربع الذي نراه هو الكنيس الذي كانوا يتعبدون فيه، وتلاحظونه بأنه محاط بأسوار ما زالت شامخة. تيرا داخية بطاحي مريحيا وين أغلينا حلايا بقاوة بلحشين هالوني مرازين وميلين درعزين تيري تحومي تحاستي ميلين. جاء يقول كنيس الغريبة في تربة التونسية هو أقدم معبد يهودي، ما كاش منها. أنا نقولكم الكنيس قصر ولاده مالي في طمنطيط هو أقدم معبد يهودي في إفريقيا. جيرا تيرا داخية بطاحي مريحيا. تمنطيط لم يكونوا يسمون مكان عبادتهم بالبيع، وإنما كانوا يسمونه بالأصلع. كلمة أصلع يقصد بها البيع، وبالتالي فهذا المكان كانوا يحافظون عليه وكانوا يسعون إلى توسيعه، وهو أحد الأسباب التي أقام المغيري رحمه الله الحرب ضد اليهود. فإن كما علم بأن اليهود كان لهم مكان للصلاة مخصص لهم داخل البلد، ثم أرادوا أن يخرجوا بمعبدهم وبأصلع الذي يخصهم إلى خارج مدينة تمنطيط. والسبب في ذلك هو أنكم كما نعلم أن البيع الذي أو المكان الذي يتخذ للعبادة عند اليهود دائما هناك في جهته الشمالية أو الجهة التي تتجه نحو المقدس، جهة المقدس كانوا يضعون فيها المحامل التي توضع فيها أوراق التوراة، وكان كذلك لديهم في الوسط كان دائما يضعون المنبر، وكانوا كذلك فيما يتعلق بهندسته كانت هناك قاعة للصلاة الكبرى، وكان في الخلف دائما هناك بهو مخصص للنساء.
قضية المغيلي في قضية يهود توات أو خلاف المغيلي مع العلماء الذين خالفوه ومن بينهم الشيخ العصنولي قاضي تمنطيط، هي المسألة في قضية هدم بيع اليهود. القضية هي في الاختطاط، أي أن المغيلي كان يرى بأنه توات بلد اختطها المسلمون ولا يحق لليهود إقامة بيع لهم فيها، بينما كان يرى شيخ الجماعة الشيخ العصنوني بأنه أهل الذمة، اليهود كانوا أهل الذمة وبالتالي لابد من المحافظة على بيعهم لأن المسلمين أعطوهم عهود ومواثيق. إذن هذا هو جوهر الخلاف، جوهر الخلاف هو قضية فقهية محضة وليست قضية سياسية أو قضية عداء المغيلي لليهود. المغيلي رحمه الله كان يعيش في تلمسان وكان يرى اليهود بنظرة مختلفة مغايرة، لم ربما يستطع أن يستسيغ ما كان اليهود عليه في تمنطيط، وبالتالي فحاول أن يجعل أو أن يخلق ظرف آخر أو أن يبعد اليهود وأن يخرجهم من هذه الأرض، وبالتالي فوقع التشنج ووصلنا إلى ما يسمى بنزيل اليهود. كانت له وجهة نظره حول هذه القضية، لأن المغيلي عندما حل بتوات في حدود 882 هجرية حسب ما تذكر الكثير من المصادر التاريخية، وجد بأنه لليهود سطوة ونفوذ ومكان في توات، وربما رأى بأن هذه السطوة هي في ازدياد وأنه سيأتي ربما اليوم الذي يصبح لليهود فيه دولة أو إمارة أو مملكة، ويعزز هذا الرأي ما ذكره مولاي أحمد بن هاشم في رحلته التي كان سنة 1113 هجرية، والتي ذكر فيها أنه وجد في زاوية الشيخ بن عبد الكريم في بوعلي بخط يده أنه يقول أنه ومن فنغيل إلى بوعلي أنه وجد توات لا يوجد لا تدين للسلطان، وأنه وجد كل واحة وكل قصر من يهودي يتحكم في هذا القصر حسب ما ذكره مولاي أحمد بن هاشم في رحلته. وجهة نظر سيدي عبد الله العصنوني أن اليهود ليسوا في دولة، منطقة تمنطيط بالنسبة له تحكمها الجماعات المحلية، وما دام أن اليهود موجودين ويتعاملون مع المسلمين تعاملا عاديا وأنهم يعني ييسرون الأرزاق للمسلمين في تمنطيط ويوفرون لهم الصناعات ويوفرون لهم الذهب ويوفرون الحدادة والصباغة والحياكة والتطريز إلى غير ذلك، فهم نفع للبلد للمسلمين، وما دام نفع للمسلمين فليس عليهم جزية ما دام لا يدخلون في شؤون الدين الإسلامي. الشيخ المغيلي كانت له رؤية أخرى أن اليهود إذا كانوا في كنف الدولة الإسلامية عليهم بدفع الجزية، قالوا أن الجزية لمن تدفع؟ تدفع إلى السلطان إلى الحاكم، ونحن ليس لنا حاكما، قال تدفع لمن هو يتولى أمور المسلمين. فاختلف سيد عبد الله العصوني، وأنت تعرف الاختلاف هذا بين العلماء موجود من بداية الإسلام إلى يومنا هذا، ولذلك طائفة من ساكنة تمنطيط أيدوا سيدي عبد الله العصنوني في رأيه حول اليهود، وهم الذين عاملوا على يعني أنهم يحاربون الشيخ المغيلي بعد أن عاد من دولة المغيلي. فيما يخص حروب المغيلي مع اليهود أو ما اصطلح على تسميته بحروب المغيلي مع اليهود، من وجهة نظري أنها ليست حروب،
لأنه المغيلي هذا ليس قائد جيش وإنما هو داعية ومصلح، كانت له وجهة نظر في قضية اليهود فقط من قضية البيع وكنائس اليهود. حاول بعض المؤرخين الذين كتبوا حول تاريخ المغيلي أن يصوروا أن المغيلي جاء بجيش عرمرم ودخل به عنوة تمنطيط وحارب اليهود، وهذا خطأ، وأظن أنه من الخيال غير العلمي الذي حاول، وخاصة أن القضية تثير الاهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين وهي مادة دسمة. كان هناك أنصار وأتباع من العامة وهم كثر، وقد ذكر حتى العصنوني في رسالته عندما راسل العلماء قال أن المغيلي يقول في أنصاره وهم كثر، بمعنى أنه تل عصنوني اعترف بأن الذين أيدوا المغيلي في رأيه وفي فكرته كانوا كثيرون، ولكنه لم يشر إلى جيش وإنما هم المتحمسين الذين ربما حملوا فؤوسهم و ذهبوا لهدم هذه الكنائس بناء على فتوى المغيلي وليس هي حرب. لما اختلط الحابل بالنابل وأصبحت الأرض غير أرض الأمن والسلام وإنما أصبحت أرض حروب وفتن وغير ذلك وتشنجات عرقية ودينية وغير ذلك، هرب منها الكل ولم تعد بأرض تجارة ولم تعد بأرض أمان، وبالتالي فهذا الأمر انعكس سلبيا على المنطقة، حتى أن السلاطين سواء من تمبوكتو أو من المغرب أو غير ذلك كانوا يبعثون برسائلهم ويحاولون أن يستنهضوا تمنطيط مرة أخرى، وهو ما فعله الشيخ عمر بن عبد الرحمن رحمه الله، حيث أنه حاول أن يرجع تمنطيط لمكانتها الاقتصادية والإقليمية والسياسية، لكنه بكل صراحة يعني فشل. كثير من الدراسات تقول بأن توات بعد هجرة اليهود منها أصابها ضعف اقتصادي، ويبدو أنه هذا الدافع الاقتصادي فيما أعتقد هو الذي حرك الشيخ عمر ليحارب المغيلي، لأنه هو المسؤول السياسي والاقتصادي على تمنطيط، والشيخ المغيلي كان مسؤولا دينيا، ولذلك يعني حز في نفسه أن تمنطيط تخلو من تلك الصناعات بتلك السرعة، وبالتالي لم تعد تمنطيط تستهوي القوافل التجارية لأنه تراجعت تجارة القوافل، والمدن الصحراوية كلها كانت تتغذى من شريان هذه القوافل، وبالتالي تمنطيط فقدت مكانتها التجارية، وطبيعي أن يهجرها اليهود وينتقلوا إلى مناطق أخرى. وقعت معطيات جديدة بداية من القرن السادس عشر وهو ظهور التجارة عبر المحيط، بمعنى أصلا التجارة الصحراوية فقدت مكانتها في العالم، ما عادش تستهوي اليهود، وبالتالي نشوف اليهود انتقلوا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، انتقلوا إلى مدن أكثر تجارية وأكثر ربحية وأكثر نفعية في إيطاليا وفي إسبانيا وفي البرتغال، مع استفادوا من النهضة في أوروبا وانفتاح المجتمعات الأوروبية مجددا وتقبلها لليهود وظهور ما يعرف بالحكم البرجوازي في أوروبا، وبالتالي انتقال اليهود من توات ومن تمنطيط بالضبط أنا أعدوه إلى مصلحة أكثر منه إلى المغيلي. ربما كان للمغيلي تأثير ولكنه لم يكن العامل الرئيسي أو السبب الرئيسي الذي جعل كل اليهود يغادرون هذه المنطقة. شأننا شأن سكان قسنطينة، وشأننا شأن سكان تلمسان وغيرنا من المدن التي سكنها اليهود. اليهود في هذه المناطق سواء في تلمسان أو في تمنطيط، مع أن اليهود في تمنطيط هم الأسبق، هذا على حسب الروايات العبرية والإسرائيلية، لأنهم كما يقولون أنهم 2000 قبل الميلاد كانوا موجودين بهذه الأرض وكانت لهم بها ركيزة ودول إلى غير ذلك. لكن فيما تعلق بالمدن الأخرى كانوا أغلبيتهم هم اليهود، ليس البابليين وإنما اليهود الذين قادموا من الأندلس، وهناك فرق بين اليهود الذين يعتمدون في عقيدتهم على اليهودية البابلية واليهود الذين يعتقدون في يهوديتهم على اليهودية الأندلسية، هناك فرق كبير بينهم جدا. هؤلاء يعتمدون على التلمود وأولئك يعتمدون على الفتاوى سواء كانت الفردية أو الجمعية لبعض الحاخامات وغيرهم، لكن وهذا أمر لا ينبغي لا أريد أن أغوص فيه كثيرا، لكن الذي يقصده هنا أن اليهود في مجملهم كانت
لهم تواجد في تمنطيط وفي تلمسان وفي قسنطينة وفي العاصمة وغيرهم، وهذا لا يمكننا، لا يشعرنا بأي نقص، لأنهم كانوا موجودين حتى في المدينة المنورة وسكنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعهم هنا عند اليهودي. تمنطيط مدينة حطمناها كسرناها، كان بالإمكان أن تكون عاصمة إفريقية كبيرة. للأسف هذه المدينة بكل مخطوطاتها، وأنا أعرف القليل ولا أقول الكثير، أعرف القليل عن هذه الخزائن وهذه الثروات الكبيرة التي للأسف نهب منها الكثير وتم إتلاف الكثير. أعتقد أن هذه المدينة تستحق الانتباه الحضاري لما تحمله من رموزية كبيرة في تراث الجزائر، وأيضا في ما يسمى بالذاكرة، ذاكرة الجزائرية. À Tlemcen, le présent était loin ce soir-là. Comme par le passé, les fidèles étaient revenus sur le tombeau du fondateur de leur communauté pour lui adresser leurs suppliques. La joie l'a bien vite emporté sur le chagrin, sur la piété, et cette chanson d'Israël n'a pas semblé offusquer les Algériens présents. Comme par le passé, une légère pluie s'est mise à tomber après le départ des fidèles. Elle n'effacera jamais leurs nouveaux souvenirs. هواكم يا بدور من هواكم مرضين. تلمسان، قدس اليهود في شمال افريقيا. جمعنا في تلمسان الربي الكبير إفرايم المكاوى اللي هرب من اسبانيا، وجاو معاه جماعة صغيرة من اليهود على جال محاكم التفتيش المسيحية. هذا السلطان أنكاوا، هذا بكري كان فيلسوف طبي، هذا مش كان عندنا سلطان هنا في تلمسان. هذا السلطان في تلمسان كان عنده بنته مريضة، ما لقاش يا يدور يا يسقسي منا، ما لقى حتى واحد اللي يداويها. نعتوا له على هاد أنكاوا، هذا أنكاوا فيلسوف طبي، عيطوا له قال السلطان يحتاجك، عنده بنته مريضة يضيق واحد يداويها له. امشى عيطوا له، امشى لعند هذا السلطان، هذا أنكاوا السلطان هذا. هذا أنكاوا السلطان هو اللي داوى بنت السلطان. هذا أنكاوا راه مشى عند السلطان عيط له، دخلوا انت هو أنكاوا، قال له انا هو أنكاوا طبي، قال له البنت راه عندي مريضة هذه، قال له داويها لي نعطيك اللي تطلب في الدنيا. امشى هذا أنكاوا هذا قال لك نداوي لك بنتك واش تعطيني، قال لها نعطيك الدنيا. داوى لها بنتك، داوى لها بنتك، قال لها واش نطلب، قال لها نطلب قطعة أرض أعطيها لي لافامي تاعي بها، بلافامي تاعي بها لي أعطاها له، أعطاها قرضة أرض، والأرض هذه هي اللي رحنا فيها. هادو العائلة تاعه، هادو كاع العائلة تاعه اللي راهم هنايا، هادي العائلة، هادو كاع العائلة كاع اللي راهم هنايا. هذا هو
الأرض تعاهد هي عندها الدوكار تكون راهم برا تما سير لاكوس وسير لادروات هذا هو اللي راب تاعهم. طيب مازال يزوروها توجور 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 مازال بصح با تيرمون واحد ما مشي بزاف ما عرفش يزورو كيما هي اونتر لو موا مي اي جوان. لزموا عليهم يدخلوا المسيحية ولا القتل. حرقوا بابا حي بالصحيف رايام قدر يهرب وكان طريقه للجزائر عام 1442. توفى في مدينة لمسان وتندفن فيها. انكاوا هو شخصية دينية معروفة عند قاع اليهود وكان فيلسوف وطبيب كبير. فيه نازحين من الأندلس طبعا نعرف بأن الأندلس هم فيهم من المشارقة فيهم من الأندلس وأيضا فيهم من اليهود وفيهم من كل تقريبا الأجناس. النزوح اللي ذكرناها النزوح القسري عند اضطهاد يعني اليهود وأيضا المسلمين في الأندلس، فكان نزوحهم مع المسلمين طبيعي هو نزوح قسري على فترات على مراحل في القرن الرابع عشر وخاصة في القرن الخامس عشر عند سقوط غرناطة، لكن أيضا قبلها وكان مستوطنين بكثرة في منطقة توريتيلا طولاد، ثم نزحوا إلى شمال إفريقيا من المغرب الأقصى وأيضا بمنطقة تلمسان على وجه الخصوص، يعني بتلمسان بالمدينة ولكن بندروما أيضا وبمناطق أخرى بهنين إلى غير ذلك. Qui est actuellement enterré à Tlemcen, était un rabbin de grande. C'est un grand penseur. C'est un grand penseur, il connaissait très bien les textes talmudiques, le Torah, la Torah. Et en même temps, il était très conciliant. Il était docteur et il mettait en relation les populations musulmanes et les populations juives. Donc, il y avait une grande confiance qui régnait entre ces deux populations parce qu'ils commerçaient ensemble, ils faisaient le commerce ensemble, qu'ils étaient jéraux. Que lui était amené bzaf, ou quoi, il était l'intermédiaire de tout ça. Les juifs étaient savants pour ça, que le Kitbou al-Hiraz, les musulmans étaient très souvent incrédules, ils amenaient, qu'ils amenaient certaines choses. Et lui était rabbin, il faisait beaucoup de bien, il soignait même les gens malades. Il soignait des gens malades, il leur donnait des médicaments, il Kitbou même des talismans, al-Hiraz. Et c'est ça que les gens vont le visiter. كاين يديروا الهيلوله الحج تاعهم سوا ديزون، يجوا يعملوا لك الهيلوله تاعهم، يعملوا الذبيحه تاعهم، يعملوا هذاك منا، وتوجور زعما توجور، كي تجي الوقت تاعهم ولا الجور تاع هذاك هذي يجيو، يديروا الهيلوله، يشعلوا الشمع تاعهم، كل شيء، يعملوا الشمع تاعهم هذا هنايا، الشمع هنا يشعلوا الشمع هذا منا هذي، يعملوا لي بوات تاع الشمع هنايا ثاني، لي بوات، دو بوات، كات بوات، أن، دو، التروا كات هنايا اي ويمشيو يجيو هنا يديروا الريبي تاعهم هذاك يا سا دي بون راه يصليو هذاك من هادي يخرجوا مشاريير هما كيصليو هادي يروحوا مشاريير هكذا يجيو رايحين يا راهم رايحين يصليو زعما سوا ديزو كيما حنا اللي ندعيو لهادي وكل واحد الصلاه تاعه كل واحد اي سيبو يروحوا منا عاود يروحوا كاين واحد الماء تاعهم هنايا ان باس ان لاك صغير
بكري المراه سوا ديزون يقول لك العاده تاعهم يقول لك المراه زعما لي ما تنجبش ما تجيبش تدخل تما تربحها شل راسها بهذه من نات عاود كي هذاك بعد ربي يجعل الفرج هذه هي هذا هو الامر تاع انكاوا انكاوا استفيد شوف طبي هذا هو كيف تمسان ساعة يروحوا لي زونسيان كيروحوا لي جون مانتون خلاص باسكو il y a des choses qu'ils méconnaissent, mais les anciens allaient le visiter au même titre que les juifs. Ils allaient, les juifs, les amis juifs quand ils venaient à Tlemcen, ils invitaient leurs amis d'enfance, et ils venaient, ils partageaient le même repas, parce qu'ils faisaient le même repas chez, devant le tombeau de Rabban Kawa. C'est un mot péjoratif même pour les musulmans parce que le Hulal a commencé du temps de Moïse. Quand, quand on a mis le veau d'or, il y a eu des choses pas bien. Ousmo le Hulal, donc c'est parti comme ça. Mais ça, en religion, le Hulal reste quand même une fête religieuse très sobre. Ça se fait en, en cercle fermé, hein, très souvent, donc par crainte de, d'être des fois très bruyant, mais ça se fait toujours, hein. Parmi les familles juives, ça se fait. حالكم راهو كي حالي محبوسي الكيفي قلت كل ما انتي راح نرقد نقول غدوة نطلقهم بصح كي نوض ندور في حالي لي من نحكي بهمي من غيركم لي من نفرغ قلبي وشكون يونسني حالي راه كي حالكم حال جميع اليهود اللي بقاو في الجزائر كملوا من تما يجيو لهنا الهيلوله تاعهم هذه هي فين يديروا الهيلوله هاد لي طابوري تاعهم لي بانك هادو يريحوا هكذا ويجيو ماشيين كاع الشعب تاعهم يريح هنايا يذبحوا يديروا لي طابله طويله الشوا يديروا لي الكبش تاعهم يذبحوه يوجدوا الخبز الخبز تاعهم لو با هي كي يذبحوه يحطوه فوق فوق الكبش تاعهم فوق الخروف ايوا ياكلوه بالشوا تاعهم بهادي منا ايوا مول بيانو هنايا طين هنايا بيانو هذاك ايوا يديروا الهيلوه تاعهم يقعدونا من 10 دي ماتان حتى 5 سي بون 5 يجي خارجين يكملوا صوالحهم يخليو صوالحهم كاع ما يردوش حاجه منها كلشي يخليوه ويجيو خارجين اه كي يخرجوا صار لهم كيما الحج تاعنا كي تخرج ما تعاودش تولي 10 دي ماتان حتى 5 رجاله وقارني بس
Les Juifs, ils ont pris le train en marche. Ils étaient plus malheureux, l'Andalus, la Reconquista a dit, ils étaient plus malheureux là-bas. Ils ont préféré venir avec les musulmans, quand il y a eu la Reconquista. Isabelle la catholique a dit. Ce qui fait que les Mongolos, ils sont venus s'installer en même temps que les Arabes ici. C'est un courant. Donc, la technique, le Khfif. Les Yahouds, ce ne sont pas des producteurs, ce ne sont pas des créateurs. C'est des imitateurs, c'est des initiateurs. Les plus grands interprètes, c'est des Juifs. Hakda. L'alm kamel. Alah, il y a une raison. Khatrama huma salat n'tahem bel ghuna ba'd. Qui bda s'ghir ydkhl f dinou bda ghni la kan at ando grejouma li hasban ali hop aw qal le mustaqbel tahou bayn wadah. Fhamtni kifash? كانوا تيها بروبو كاينه نقطه ثاني مهمه بزاف وانا جاي يقولوا المالوف هذا اون اتريبيو لليهود اليهود كانوا يستعملوه كما يستعملوا اي موسيقى اخرى باش يصليوا يهزوا كما نقولوها مقطوع من الموسيقى ويصليوا به كما يقدروا يصليوا بين سيفوني تاع بيتوفن ولا يقدروا يغنيوا بحاجه اخرى ما يسمى بادير نتاعها هذه برك النقطه اللي نقدروا نقولوها ريمو اولا جاء في وقت وين صار يعني سيت ان بونوم كي اسو اسيميلي المالوف عند شيوخه كانوا هنا شيوخه كبار على كل كما كان يقول سي محمد شيوخه كبار بسطنجي بن كرطوسه عبيد الى اخره اي اليهود ايزون توجور سو تيري لو ميور تاع 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 الفن هذاك في قسنطينة طبعا كانوا مشايخ كبار ومنهم ريمون ليريس المتوفى 1961 وهو دفين قسنطينة اليهود آنذاك لعبوا دورا كبيرا إذ كانوا يدرسون هذه الموسيقى حتى بالسولفيج فيافيل كان دائما يأتي بتوشية أو نوبة وبمساعدة الفرنسي رواني وعمل كذلك مصطفى أبو رافي تلمسان كانوا بدأوا يدونون هذه الموسيقى بالسولفيج حتى يعني يتم الاحتفاظ بها إلى الجيل البعد لأن أول تسجيل للموسيقى يعني أي موسيقى جزائرية هو الشيخ بن علي السفنجة في 1898 الجزائري لا يعرف بأن الموسيقى الأندلسية الجزائرية بعراقتها وكبرها هي أصلا تنتمي إلى المدرسة اليهودية الأندلسية والجزائرية أيضا لا يعرف بأن أكبر الموسيقيين الأندلسيين هم من الديانة اليهودية ومن الجزائريين اليهود بطبيعة الحال الذين عاشوا في فترة سواء في قسنطينة أو في تلمسان أو في بليدة أو في وهران إلى غير ذلك
كان وحش الحباب عجف كاري وفركهم طلع علي كي نتفكرهم تشعل ناري وين ركوم يا ولدي. وطبعا هذا الجوك كان يجمع جميع الفئات من المسلمين ويهود. فمثلا خير مثال لذلك كان يوم الجمعة مخصص لأغاني الدينية يعني المحضة المسلمة، وكان يقودوا حاجة عن محمد العنقة. فأغاني داود كانت حتى في الجوق تاع الجمعة وإن يغنيوا أغاني دينية كانت موجودة ك تستعمل آلة العود، يعني المغني العنقة وهي معاه بالعود، وكذلك أليس شيتوشي. فبعدها ذلك في أيامات أخرى يكون الحاج محمد العنقاء هو في الجوق، وغنى داود العباسي أليس شيتوشي ساسي وغيرهم، ويكون يعني جوق من المسلمين تحت قيادة خارجي أو اسكندراني والمغني يهودي. يا ربي يا عظيم الشان. كان مصطفى اسكندراني دائما هو يقود الجوق، وهذاك الجوق انا كنت فيه احيانا، يكونوا فيه مثلا هي يهوديه، زوجها بدوكا يهودي، طرار يهودي، موريس توبول بالكمان يهودي، انا مسلم، اسكندراني مسلم، جمال شلاب البونجو مسلم، بالقائد عبد الغني مسلم، يعني كنا اختلاط حتى بعد الاستقلال حتى في الثمانينات يعني، والجمهور كذلك مختلط. وين اللي حاب تروح فيه؟ علي سليمون مثلا. سليمون مثلا نايمون. ها منا. ها هو هنا، هذا هو البركة ريمو، هو ساعات يجي وفد يوم عشوب كان لام الأخرى تاك قلت لك يجي ليه تاني يجى مصطورة يجي تاني يجي طرق الله لهنا، كان هذاك زربيب تاني يجي ولهنا سوق نص كبير تاعهم يعرفوه يجيو يطلوا ويمشيو بعد كي يجيو. طفى من تاع الاخر هو اسمه وراه لي اسمه ريكو طفى من تاع ريكو. هيا وزو هيا هيا يا سيدي
خلي والله دوك يجيوك ربي يسهل عليك. كما هاد البرتاني ليك سونباسادور اللي كان في فرنسا علوش. حنا رانا هنا في هاد المنطقة هادي وهاد النهج هذا اللي كان بكري عيطوا له لا غي دو سوزي. كانت هذا كانت متعايشين فيه لا كوميونيتي جويف ومسلمان كانوا متعايشين يسكنوا مع بعضهم في الديار كما راكم تشوفوا هنايا. سيتي لو كارتي يعني احنا بكري في وقتنا هنا كنا نقولوا حومة اليهود. كانت هذه فوزي بارتي مع الشارع. سيتي اون كونتينيتي دو سيكتور دو لا كوميونيتي جويف. هذه كانت هذه لا روي دو سوزي كانت اللي حداها من ميتوايان لا روي داريمون. كانت الاخرى من لا روي شيفالي. وكانت لا شارع لا روتيير. هادو كانوا المناطق يعني وين كانت لا كونسونطراسيون جلوبال تاع لا كوميونيتي جويف. بيان سور كانوا معاهم ثاني كوميونيتي مسلمان اللي كانوا متعايشين من كانوا يلبسوا تازي بعضهم كانوا النساء يلبسوا كما النساء تاع العرب العربيات. الرجال كانوا يلبسوا كيف الشيشان الصراول العرب هادوك. كانت عندهم خصوصيات لكن كانت عندهم خصوصيات في اللبسه باش يبانوا يهود من المسلمين. كما النساء اليهودات كانوا يلبسوا ويعزيو هنايا دومي مونش يبانوا بلي بار كونتر المسلمات كانوا يديهم طوال لي مونش هكا لا يديهم ما يعزيوهمش. انا قريت في ليكون فولتير هذه في قسنطينه هنا في سوق العصر اللي يشوفوني انتاجي في عمري يعرفوها. كانت كمدرسه اللي فيها المسلمين واليهود فقط ما كان حتى مسيحي فيها. و لا كوابيتاسيون ما بين هاد لي دو كوميونيتي مسلمان و جويف كانت اون كوابيتاسيون انتيليجنت. كانت كاينه اون بارير مورال ما بين لي دو كوميونيتي ما يحبوش بعضهم. هذه ما نكذبوش على بعضنا ما فوا با يوتيليزي دي لونغ دو بوا. اليهود ما يحبش المسلم المسلم مي ولكن كانت لا كوابيتاسيون انتيليجنت عايشين مع بعضهم. يهضروا بالعربيه يلبسوا عرب وياكلوا كيف المعيشه هي كيف على سبيل المثال لو كان باغ اكزومبل يهودي يموت في الجنازه تاعو المسلمين يمشيو نورمال خاطر ما حبيبهم والا جارهم والا يتعامل معاهم في التجاره ولا فيس فيرسا. لو كان ثاني مسلم يموت اليهودي يمشي في جنازته. هذه اليوم يعني يحب يقول بالك الشبيبه نتاع درك ما يعرفوهاش مي هذه حقيقه تاع التاريخ. كنا في سوق العصر هذا بكري سوق العصر هذا مارشي اللي الناس كنتم انا يعرفوه على 12 يفرز المارشي خلاص الساحه تفرغ ويعشي ماتش دو فوتبول كل يوم ما بين المسلمين واليهود كل يوم العرب كونتر اليهود تو لي جور ان ماتش دو فوتبول والاربيتر تيراج وصار. لكن عاد مسلمها من المسلمين اللي يربحوا دو توت فاسون. لكن عاد يهودي من اليهود اللي يربحوا ومسكين يخلص يهرب فهمت ماتش مسكين يهرب باسكو دو ريزولتا يفو. والله يا اخي العزيز عندنا حاجه خاصنا نعاتلك الوغ ستادير كي يونيسي لي دو كوميونيتي اي مسلمان اي جويف هكذا. والله خاصنا نشوف بار اكزومبل فوالا هذا كوم فو فوايي ديستريبيسيون سولونيل دي بري فات لو 29 جوان 57. Alors, là, parmi les élèves récompensés, nous pouvons lire des noms de la communauté juive constantinoise ou de la communauté musulmane. Voilà. Par exemple, nous pouvons lire. Alors, par exemple, c'est des noms Atali, Eslougi, Awizrat. هادو سي كونو سي دي نون دو فامي دو لا كوميونيتي جويف دو كونستانتين كوم كانوا يقراو معاهم اوسي ناس تاع قسنطينة كيما بار اكزومبل. الور عندنا بن الشيخ الفقون بن عبد الرحمن عندنا
بن جبارة بار اكزومبل فوالا فوالا هاك تقدر تشوف ها ستادير سو كوتواي كانوا يقراو مع بعضهم كل شيء ويا با كو سا ستادير مام الحياه الاجتماعيه كانت مشتركه بيناتهم والله يا اخي العزيز عندنا كاين هاد عندي اون فوتو فوالا هذا تاع انكور انسينيون اللي كان يقريو في لو ليسي دو كونستانتين كي سو كومبوزي دو انسينيون عربي جويف avec des noms bien sûr et c'est une photo réelle de l'époque alors que ma nqraw lehna c'est les années 38-39 kayn fi riyada tani kayn fi riyada lo kan tsqsiou nnas li qdem ta qsentina ta al mokou siyasi yahkiou lkom ala kayn des juifs li lelabou au sein de l'équipe même ça c'est l'histoire qui le dit هي الخبز سبيسيال هذا كان يقولوا از از ايتولو الازيراز بوريم حب يقول خبز الدار كانوا يخدموه في الدار يديو يطيبوه تما وكان اللي يخدموه في الدار يخدموه كي الكسره يقولوا لها تقرش بيل سيتي ان جون دو غاليت بيرفوري هكا جيم سوسا بارو خد ازوناي إلوهينو ميليخا أولام همو سليحي من عريس بوريم هذا يوم مقدس يحتفلوا به كامل اليهود هو الذكرى اللي سلكوا فيها اليهود من الإبادة الجماعية والقصة راهي مذكورة في التوراة حتى اليوم ما زال اليهود زير محتفظين عليها était dans la région d'Oran. Ils ont commencé à détruire le quartier, à le bâtir sur le flanc de la montagne qui s'appelle le Mujadjo. Pour la raison laquelle, parce qu'ils avaient leurs morts sur le donjon et sur les forteresses espagnoles. Alors on a commencé à bâtir ce quartier, si vous pouvez, Belhachera. Parce que les Houds ont les tailleurs de pierre, les Hébreux. Ils ont taillé la pierre des collines, ils ont rabaissé la colline. Et ils ont commencé à bâtir leur. Quand on marche maintenant, vous voyez les maisons Gakimarahan, c'est de la pierre taillée. Action. Et il y avait des grandes familles juives qui habitaient là, c'était des familles. Et on appelle ça, c'était des. Comment dirais-je. Il y a les Eskenazis et c'est les Séfarades, les juifs du Maghreb arabe. J'ai grandi mon enfance parmi les juifs. Je suis né parmi eux. J'ai été allaité par une juive quand je suis né. Ma mère n'avait pas de lait. Notre voisine, qui était notre voisine. Chez nous habitaient des juifs, des familles juives. Que vais-je dire encore? À peine avoir pu courir, à peine marcher, j'étais à l'école avec eux. J'étais à l'Alliance avec eux. J'étais choyé parmi eux.
Il m'arrivait parfois d'aller chez les voisins, de faire la sieste sur les genoux de notre voisine, une vieille juive, sur ses genoux avec ses enfants. J'ai assisté à toutes les fêtes juives, que ce soit Yom Kippour, Pessah, la Mimouna, les mariages, si je n'étais pas présent, on ne les faisait pas. La communion, si je n'étais pas présent dans la communion d'un ami, et s'il se trouvait qu'ils ne voulaient pas la faire, si je n'étais pas présent, parfois j'étais un garçon d'honneur avec eux. Toutes les fêtes, j'ai assisté à toutes les fêtes. مش نقول لهم ولي يهودي ولا عشرته عشرته عشرك عندك تاع عندك القسمة في فراش واحد القسمة في فراش واحد كي حبوا كده إذا ربي بعفوا مي يجي مكولي شهر صعب يهود وكم ملياردير في أوروبا كده يجي مكولي ما كش عندهم يقص كطلبة يجي يطلع عنا يفطر عنا وما ما تكون شنو كي كي تقول هاد اللي تشوف هاد الشيء يدخل يرقد وما تشوفه هذا قد ولا بيجي داخل كاين الطوميغ اللي بالا نكون فوق الفطور تحط له فطور كيما حتى متعاشر معاك عتبه وحده يدخلكم صح هي الانتيريور هي الانتيريور يا دي زابارتمون بيان سو البورتاي كي عتبه وحده كل ما نشوف تصاويركم نتفكر واحد الكلمة كنتوا تقولوها كريميو حكم علينا وإحنا حكمنا على روحنا واش دير قسمة لا بوبولاسيون كي لا تروفي سير بلاص خاطر ما اليهود نو سون با دي بيانوار اليهود كانوا هنا قبل ما تجي فرنسا دونك قسمتهم عطاتهم لا ناسيوناليتي فرانسيز وخلصنا حنا ديزانديجان دونك سي لوجيك كيف كنتو معنا درك قبلتو هذا ولا ما قلتوش للمسلمين ثاني يعطيوهم لا ناسيوناليتي فرانسيز هما ثاني الا خليتوهم انديجان دونك شوف كيفك تفرقوا هما ولو فوسي اللي كان كاين بعد اذا اكزيست ان فوسي كاين اون باريير مورال ا بارتير دو سو دوكري زاد عرض اكثر واكثر تبنيه بالطبع والجمع تاع الطبع هما الطبوع وهي في الحقيقه هذا المصطلح هذا هو ابن المصطلح تاع المقامات اللي كانت موجوده في الموسيقى العربيه واللي ما زالت الى يومنا هذا هذاك هو الشيء اللي يعني فرز ما بين الجاليتين وخلى المسلمين انهم يقنعوا بصفة نهائية على أن اليهود خرجوا من العشرة اللي كانت فيها المسلمين معهم علاش لأن السيونيزم جاء باش يخدم خدمته والتاريخ بين كيفاش بدأ وكيفاش راح يخلص إن شاء الله حشمت نقولك سنة الزباطريد ما عندهم لا دين لا ملة الدين عندهم بصح المله ما كانش لقاو ايزون سوتي سو لوكازيون دو كريكريني عطاهم اصل ما نقدرش نقولها هذه كما مصاريش دو فرواسي دي زيسبري مي اليهود كانوا ما عندهم والو خلق تحتها من ناسيوناليتي من السماء عطاتها لهم فرنسا صبحوا دي فرونسي ا بار انتيير فهمتني كيفاش وهذا يصور فيها خلي يدي حطها لك Thank you.
Les Juifs d'Algérie sont français depuis 5 générations. Ils sont déjà français. C'est-à-dire que le temps de la colonisation a accompli son œuvre. Ils sont déjà séparés depuis très longtemps de la communauté musulmane. Alors évidemment, il y a des endroits où c'est moins perceptible. اليوم كانوا يسميو ولا سميتها عندك عمار عندك الطيب عندك مخلوف عندك مسعود عندك حبيقة عندك مسعودة عندك هذو كله يسميهم سي دي برينون جويف من بعد طو كان شلومو ولا صالومون وحبيقة ولا تريبيكا اي نزو ايمانسيبي كما قال خويا هذا هو يسون ايمانسيبي على كل حال ايزون سوتي سو لوكازيون هذه هي هو دو كريكري ميو شوف هذا هو واش حبيت نقول اليهود كانوا تحت الرقبة تاع المسلمين بعد يهود دو كريكري ميو qui on appelle légal à la Koulihal, au-dessus des musulmans. Il y a eu l'affaire de 1934. C'est sous l'instigation des Européens, dit Kounoutani. أسسوا المنظمة الصهيونية في 1897 وقروا يديروا وطن لليهود. من هذاك النهار ولاو اليهود تاع الجزائر في خاطر، وبدا التخطيط والتدبير كيفاش يخرجونا من أرضنا. عزلونا بكريميو وحبوا يرمونا في حرب مع مسلمين قسنطينة.